أحسن الله إليكم. تقولان أيضا، ما حكم تشقير شعر الوجه إذا كان خفيفا؟ الواجب بقاء الشعر على ما هو عليه كما خلقه الله، إلا إذا كان مشوها، إذا كان الشعر مشوها أو فيه شيب فإنه يصبغ لإزالة التشويه أو إزالة لون الشيب، لكن بدون السواد، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم.